اتفاقيات ومذكرات تفاهم شهدتها زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية بقيمة 280 مليار دولار. البداية كانت بتوقيع الملك سلمان والرئيس ترامب لاتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، لتليها مجموعة اتفاقيات في مجالات توليد الطاقة وخدمات النفط والغاز، وعدد من اتفاقيات مع شركة أرامكو، وفي مجالات الاستثمارات البتروكيميائية والتعدين، إضافة إلى مجال الاستثمارات الصحية والعقارية ومجال النقل الجوي عبر اتفاقية شراء طائرات. البيت الأبيض ذكر أن تلك الاتفاقيات من شأنها توفير فرص عمل لمئات الآلاف في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وأن الصفقات العسكرية هي لدعم أمن الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية والإرهاب في المنطقة وإظهار التزام واشنطن إزاءها. البيت الأبيض قال أيضا إن الصفقات الدفاعية مع السعودية قدرت بقيمة نحو 110 مليارات دولار تمتد على 10 سنوات. ملوك الشيخ العربية.